وجود سلطان وجدانه شبيه فعله له الطولات المجد من صار عنوانه شكراً باقي بعد ما مات وجود سلطان وجدانه شبيه فعله له الطولات شبيه فعله له الطولات المجد من صار عنوانه المجد المراجل جليلة ذات من يوم ما صاك بيبانا أهل الكرم عندها الرايات يمناه بالطيب مليانة يمناه بالطيب مليانة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار أما بعد صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير أصحاب السعادة ضيوفنا الكرام أيها الحفل الكريم أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير وأهلاً وسهلاً بكم في أمسية من أمسيات العز وجمالها والتي ازدادت نوراً وإشراقاً بهذه الرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير يحفظه الله والتي شملت رعايته الدورة الجماهيرية بكافة مسابقاتها وفروعها أهلاً بكم جميعاً في حضرة العز والوفاء أهلاً بكم في هذا المساء الرمضاني الجميل حيث نحتفل هذه الليلة بتكريم وسائل الإعلام التي ساهمت في إنجاح نهائي دورة عز الخيل في النسخة 23 كما سيتم هذا المساء تكريم الفائزين والفائزات بمسابقة نوفا لتصوير الفوتوغرافي في نسختها الرابعة هذه المسابقة التي حظيت منذ انطلاقتها بدعم ومتابعة واهتمام من لدن صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد يحفظه الله حتى حققت هذا الحضور وهذا الانتشار على مستوى المنطقة الخليجية ونالت استحسان المتابعين لفن التصوير الفوتوغرافي في الوطن العربي من هواة ومحترفين حيث وصلت عدد المشاركات في النسخة الرابعة إلى أرقام تجعلنا فخورين بهذا المنجز وهذه المساهمة المجتمعية
التي تسهم بها دورة عز الخيل في المسؤولية الاجتماعية، وما تلقاه المسابقة من دعم واهتمام بالغ من سموكم الكريم ورعايته السنوية لهذه المسابقة وتكريم أبنائه الفائزين والفائزات في جميع فروع المسابقة التي تضمنت عدة محاور: محور كأس عز الخيل، ومحور إثارة، ومحور مصورة عز الخيل، ومحور عز الخيل، وأيضا فرع مهرجان عز الخيل بالهاتف الجوال. صاحب السمو، نستأذنكم الآن في استعراض بعض الأفلام التي شاركت في نهائي عز الخيل في النسخة 23. We'll be right back.
الاكتشاف المميزة للخيالة وأيضا للمدربين والتي تأتي هذه مع وطنات المملكة لتجتمع في منتجع نوفا لتجتمع في ميدان الملك عبد الله أبدا بأولويات دائمة عن الفيصل رئيس مجلس إدارة الفرنسية. أهلا وسهلا تفضل سموكم الكريم بتكريم الفائزين بمسابقة نوفا في نسختها الرابعة في محور كاس عز الخيل. حصل على المركز الأول عبد الرحمن سعد البرية، حصل على المركز الثاني سعد عبد الله القاسم، وحصل على المركز الثالث حجي بادي الشلاقي، وحصل على المركز الرابع عبد الله سليمان الشثري، وحصل على المركز الخامس محمد علي البدراني. المحور الثاني محور إثارة. حقق المركز الأول نواف ناصر العصيمي، وحصل على المركز الثاني حمزة عبد الغني السيد، حصل على المركز الثاني حمزة عبد الغني السيد، حصل على المركز الثالث عبد الله حمود النصار، حصل على المركز الرابع أحمد عبد الواحد الحموان، حصل على المركز الخامس صالح الهذلول،
المحور الثالث محور مصورة عز الخيل، حصلت على المركز الأول فاطمة محمد الصبيع، حصلت على المركز الثاني فاطمة الخويتن، حصلت على المركز الثاني فاطمة الخويتن، وحصلت على المركز الثالث أمجاد الحبس، حصلت على المركز الثالث أمجاد الحبس، المركز الرابع لأمال سلمان الهاجري، المحور الرابع محور فيلم عز الخيل، حصل على المركز الأول عبد العزيز الكثيري، حصل على المركز الثاني منصور محسن، المركز الثالث أيوب محمد الحجيلان، المركز الثالث أيوب محمد الحجيلان، المحور الخامس محور مهرجان عز الخيل بالهاتف الجوال، حصل على المركز الأول فايز بعباد، حصل على المركز الثاني علي الزنيدي، وحصلت على المركز الثالث مها الشريف، وحصل على المركز الرابع عبد الوهاب العطلة. الخامس المصورة إينيليا، لجنة التحكيم لمسابقة نوفا الأستاذ فهد بهدى والأستاذ وليد الجريش والأستاذ فيصل الدرويش. صاحب السمو كما يتم بعد لحظات تكريم المتطوعين والمتطوعات من فريق باكستيج، وهم الأخت تهاني الدربشي، فريق باكستيج المتطوعين والمتطوعات، الأخت تهاني الدربشي، عمر الغنام، وعلي هادي، استوديو أوكوتا بوكس، تهاني الدربشي من فريق باكستيج من المتطوعين والمتطوعات الذين ساهموا في نجاح نهائي دورة عز الخيل في النسخة 23، الأستاذ عمر الغنام والأستاذ علي هادي، أيضا تكريم استوديو أوكتا بوكس، كما سيتم تكريم وسائل الإعلام التي ساهمت في نجاح دورة عز الخيل. وسائل الإعلام
مجلة الفروسية الأستاذ عبد الله الحرازي. جريدة الرياض الأستاذ فهد الدوس. جريدة الرياض الأستاذ فهد الدوس. جريدة الجزيرة الأستاذ سعود المغيري. صحيفة فروسية وطن الإلكترونية. صحيفة الفروسية الإلكترونية. الأستاذ محمد المحيميد مؤلف أوبريت عز الخيل. شركة آني وداني يتسلمها الأستاذ نايف العليقي. شركة آني وداني يتسلمها الأستاذ نايف العليقي. سامية جاية من الطائف ما شاء الله، رسمت حتى رسمت معانا في الحفل. علمني بندر. سمو الأمير، كيف ترى مسابقة نوفل التصوير الفوتوغرافي بعد أن تعدت المحلية والعربية؟ والله بدون شك أنه مسابقة نوفا يعني مثل ما تشوف يعني الآن الحمد لله تطورت وبدأت فكرة بسيطة والآن صارت قوة الآن الحمد لله، ونتمنى ومثل ما أتمنى أنا وأنت والكل بدأنا بأشياء بسيطة والآن تطورت إلى أشياء كثيرة والحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل البلد اللي احنا نعيش فيه إن شاء الله ودعمكم بعض. سمو الأمير، كيف وجدت نهاية عز الخير 23 بعدما شهدت النجاح المنقطع النظير؟ والله بدون شك يعني أنا أول شيء سعدت جدا أن بوجود المتسابقين وهالمنافسات وهالذا، وأيضا سعدت جدا بوجود سمو الأمير بندر رئيس مجلس الإدارة في أو وش مسمى الأمير بندر؟ رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية. هو رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية لكن في أيضا مسمى ثاني، اعتقد انه هو اهل الشيء هذا، وسعدنا بوجوده معانا هناك طبعا، وان كاني انا اعطيت فرصه للابن نايف بانه يدعوه للشيء هذا ودعاه لذا وتفضل مشكور بحضوره في هالدوره يعني، وهذا طبعا دعم من سموه لهالرياضه هذه، وبدون شك انه ارجو ان شاء الله انه نسر في اللي شاهد ايضا كمان، واتمنى ان شاء الله انه يكون هذا يكون حافز له في المستقبل لبذل المزيد من العطاء. اتمنى له وللجميع التوفيق في كل الامور. اللهم امين. سمو الامير، سؤال خارج الخير، وحنا خبرين انك من عشاق الخير، ولكن يطلبك شوي سؤال للابل. وسموكم قام بشراء إبل بأسعار عالية، هل هذا بدخول لجائزة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه؟ لا، ما أعتقد، أنا ما أعتقد أنه بدخول هذا ولا أعتقد، ولكنها مساهمة يعني في خيل في إبل مثلا ممنوعة من المشاركة يعني، وهي إبل فائزة وإبل كويسة، ولكن ما أعتقد أن غير موجود المنافسة
أول الأشياء هذه كلها. الفكرة غير موجودة. لا 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 غير موجودة أبدا. نهاية. أتمنى إن شاء الله في اليوم في المستقبل إن شاء الله يكون إن شاء الله هالشيء هذا. سمو الأمير كله صاحب إبر له لون معين مهما تعددت الألوان عنده من الأذواد، ولكن لابد أن يكون هناك لون مميز له، فما هو اللي أقرب لسموكم من الألوان المميزة؟ والله بدون شك طبعا يعني أنا الوضح هي يعني أقرب الألوان، يعني ويمكن نشوف مشترياتنا الأخيرة هذه كلها يعني كلها في الوضح يعني، والوضح بدون شك إنها من الأمور المميزة عندنا أكيد ما في شك. سمو الأمير بعد أن 23 عام يصل دعمكم إلى مدينة الوطن في دورة عز الخيل، هل حققت دورة عز الخيل ما أهدافها النبيلة والسخية؟ أتمنى إن شاء الله أنها تكون حققت، والفكرة يعني بدأت بسيطة والآن تطورت الحمد لله، وصار فيه مسابقات وصار فيه أمور كثيرة. أتمنى إن شاء الله أن يكون إن شاء الله حققت أهدافها وحققت نجاحاتها في هالشيء هذا. سمو الأمير أخيرا من عندك كلمة للفائزين والمنظمين بكفاءة سعودية متميزة. والله ما في شك طبعا أنه الأخوان والأخوات كلهم يعني اللي شاركونا هذه الليلة يعني سعداء جدا بوجودهم بتواجدهم معنا، وسعداء جدا بحضورهم، وسعداء جدا أيضا بحضورهم في هالشيء هذا. ولكن أتمنى إن شاء الله أن احنا نلاحظ نجد في المستقبل إن شاء الله مشاركة أكثر ومشاركة أكثر ومشاركة أكثر بإذن الله. من دعمكم طال عمرك. تسلم والله. سمو الأمير شكرا لك. العفو. شكرا لتحتك الفرصة ولعطاء قناة المرقاب هالكلمة منك، شكرا طال عمرك. أنا أحب أضيف أيضا كمان قناة المرقاب يعني قناة مهمة جدا، وسعداء بتواجدها معنا، وبلغني الأخ عايض بتواجدهم وهم دائما متواجدين معنا. حق واجب طال عمرك. وانا الحقيقه تراني انا من المتابعين للقناه هذه. الله هذا شرف طال عمرك لنا ويزيدنا دعم ومعنوي. تسلم. شكرا سمو الامير. يا اهلا وسهلا. الله يرضى. استاذنا سموكم الكريم في قيام اعضاء لجنه سباق التحكيم باجراء مراسم قرعه النسخه 24 للتصفيات التمهيديه. حظك زين يا رجال. احسن الاسبوع الثالث يا طول عمر. الجبير الأسبوع الرابع الجنادرية. الأسبوع الخامس حايل. الأسبوع السادس الزلفة. الأسبوع السابع المجمعة. الأسبوع الثامن الخفجي. الأسبوع التاسع القصيم. الأسبوع الأخير جدة. شكرا.
محمد الفالح المسؤول عن دورة عز الخير للتصوير الفوتوغرافي. نرحب فيك معنا عبر قناة المرقام. هلا والله ومرحبا وأهلا وسهلا فيكم. محمد كيف تكون اختيار الفائزين بالتصوير الفوتوغرافي؟ أول شيء مسابقة عز الخير هذه السنة الخامسة، هي بدأت في 30,000 وطول العمر دبلها إلى 200,000. اختيار الفائزين هو يمر على محكمين، عندنا محكمين على مدار 5 أيام يفرزون الأعمال. هالسنة شارك كان عندنا رقم قياسي مشاركين، عندنا 392 مصور شارك، وعندنا أكثر من 1130 صورة شاركت. كان التنافس على شدة، عندنا مصورين من الخليج حضروا، عندنا من عمان، عندنا من البحرين، أيضا معنا فائزة اليوم كانت فلبينية، فكان في تنافس والحكم. ومن هذا الباب يفرزون المحكمين على مدار 5 أيام الأعمال على 3 مراحل، بعدين شفنا الأعمال النتائج النهائية اللي استعرضناها. محمد، الحين الفائز الأول والثاني والثالث أو العموم كله متساوي عدد الجوائز؟ لا طبعا غير متساوي، احنا عندنا 3 محاور، كل محور فيه من المركز الأول لمركز الخامس. مثلا عندنا المحور الرئيسي هو كأس عز الخيل، كأس عز الخيل المركز الأول ياخذ 25,000 فقط فوتوغرافي. مثلا محور إثارة المركز الأول 20,000، إلين متدرج إلى الخامس يمكن يأخذ 5,000. عندنا المصورات محور خاص المصورات، الأولى 15، الثانية 10، والثالثة 7-5. محمد شكرا لك على ظهورك. حبيبي والله شاكر، أنا مقدر لكم، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، تواجد معنا مالك الخير سعود عبد الله الفراجي، نرحب فيك معنا عبر قناة المرقع. هلا الله يحييك، شكرا لك، الله يحييك في هذه الأمسية الجميلة في بيت سمو الأمير سلطان بن محمد الله يكثر خيره. سعود، كيف شفت دورة عز الخير السابقة والجوائز المصاحبة لها، وكما شاهدنا الليلة تكريم من المصورين والفوتوغرافيين؟ صحيح، والله هي الحقيقة أول شيء نقول للأمير سلطان والجميع كل عام وأنتم بخير، والحقيقة الأمير سلطان بن محمد أفضاله كثيرة على أهل الخير خصوصا وعموما على الناس كلهم. لكن يطول العمر بالنسبة لدورة عز الخيل بدأت بسيطة وتطورت إلى ما هي عليها الآن، دورة 23 صارت جوائزها ضخمة ومشجعة. والحقيقة الأمير سلطان بن محمد على كل المجالات الآن الليلة مثل ما شفت دعم المصورين والفنانين التشكيليين وعلى كل المستويات. الحقيقة الأمير سلطان بن محمد أفضاله كثيرة، والحديث عنه يطول وذو شجون، والحق هو الداعم الأول لأهل الخيل الآن سنويا جوائز ضخمة وكثيرة. ونقول عسى الله يكثر خيره ويمد في عمره ويمد في رزقه إن شاء الله ووفقه، وحنا أهل الخيل الحقيقة ممنونين له كثير كثير جدا. يعني لأهل الخيل للملاك الخيل كعامة كيف يرون مسابقات الخيل في الآونة الأخيرة؟ والله الخيل بشكل عام يعني المسابقات هذه، قصدك السباقات، نتكلم عن سباقات يعني، السباقات الحق السنة هذه سباقات متطورة كل سنة، وهم يرونها أنها أصلا هدف لهم كل سنة يخططون عليه. مثل ما شفت الليلة سوى القرعة، هذه قرعة عز الخير التمهيدي للميادين. أنا كنت بسألك عن القرعة هذه وتعددها في مناطق معينة، وسحب القرعة الليلة علشان كل ميدان الآن يعرف متى دورة عز الخير التمهيدي عنده، فيهيئون أنفسهم على هذا الأساس، يوضع لها برنامج، يوضع لها جدول، والناس تخطط عليها، كل الناس تحسب حساب اللي شفت اليوم. وهذا من فضل طول العمر سلطان بن محمد على أهل الخير. شكرا لك. الله يحييك، شكرا لكم، وشكرا على قناة المرقاب، وترى أنا من مشجعين قناة المرقاب. شكرا، وهذا دعم معنوي لنا والقناة، قناتكم وقناة الكل. الله يكثر خيركم، ما قصرت، وشكرا على تواجدكم. والله بطولة عز الخيل أي مالك خيل يطمح أن يشارك فيها. طبعا كل سنة الأمير سلطان بن محمد يقدم دعم. العام الماضي أحدث أشواط جديدة لأشواط التحدي 3 سنوات و4 سنوات، وأنا أعطيت اقتراح الليلة إن شاء الله أنه يرى النور. اقتراح أنه يكون فيه شوط مخصص للأفراس 3 سنوات تحدي و4 سنوات تحدي، إضافة للأشواط السابقة لإعطاء أكبر شريحة من ملاك الخيل في مشاركة بطولة عز الخيل. والأمير إن شاء الله وعدنا أنه يدرس الموضوع، وأبو نايف من كل العلم الطيب قريب إن شاء الله. طيب كيف شفت القرعة اللي أقامها الليلة وهي الأولى من نوعها؟ والله القرعة طبعا تلعب دور أساسي في عملية تأهيل عز الخيل، لأنه في بعض الميادين ما تبغى تكون في البداية على أساس أن الخيل تكون تجهز في النهاية، أو تقول تروح منها الخيل قوية في التصفيات في الميادين اللي تسبقها.
لكن هذه حلاوة عز الخيل، أنها تطلع فيها مفاجآت، وقائمين في عز الخيل المجموعة اللي تعمل في عز الخيل مجموعة دائما تعطينا مفاجآت سارة، هذه من المفاجآت السارة اللي شفناها الليلة إن شاء الله. طيب كيف تشوف تكريم توزيع الجوائز على الفائزين بالتصوير الفوتوغرافي؟ والله طبعا جائزة التصوير الفوتوغرافي هذه تشجع المصورين سواء من الرجال أو من النساء في الحضور في الميادين ومشاركة في تصوير السباقات، وهذا يعطي رونق خاص في إظهار السباقات للمشاهد اللي حضر الميدان عن طريق النقل المباشر أو عن طريق التصوير الفوتوغرافي. أشكر الأمير سلطان على هذه الجائزة ولا هي بغريبة منه، وحنا بدورنا نشكرك اللي أعطانا هذه الفرصة. الله يسلمك، وأنا سعيد بتواجدي مع قناة المركب، وأشكر عز الخيل وأشكر الرجال القائمين عليها كلهم لأنهم قاموا بعمل ناجح ومشرف ويطورون هذه المسابقة من سنة إلى سنة. شكرا لك. شكرا لك، الله يحفظك.